إسرائيل تبحث عن انتصار بأي ثمن. فبعد صدمة عملية 7 أكتوبر تهدف إسرائيل إلى تدمير حركة حماس نهائياً. المهمة ليست سهلة، فهناك 2.5 مليون من السكان الفلسطينيين في هذه المنطقة. مخطط إسرائيل يقضي بتهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية حتى يتفرغ لتدمير واقتلاع حركة حماس. المخطط أثار حفيظة مصر عبد الفتاح السيسي، قال إن عملية تهجير الفلسطينيين محاولة لتصفية القضية، وأكدت إن تصفية القضية الفلسطينية أمر غاية في الخطورة، لكنه اقترح في موقف غريب تهجيرهم إلى صحراء النقب أقصى جنوب فلسطين المحتلة. مخططات التهجير قديمة، تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء وتهجير أهل الضفة الغربية إلى الأردن، لكنها مخططات فاشلة. مصر تعتبر الخطة مساً بأمنها القومي، فهل تشتعل المنطقة في ظل التطورات الراهنة؟